السلام عليكم الخوت، هاني كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير على خير كيف ما ديما الخوت. ان شاء الله فيديو جديد خوت. ملي كنقول لكم فيديو جديد راه ما كنعاودوش الفيديو، فيديو جديد يعني فيديو جديد خوت. ان شاء الله الفيديو هذا تحيه الخوت كاملين لي زامي ديولي، الكومونتيرات الخوت راه كلهم شفتهم، باقي ما جاوبتش عليهم. دابا ان شاء الله كمل الفيديو غنجاوب عليهم كاملين خوت. بالنسبه اللي ما دايرش السميه ديالو هذا راه غلط، اللي بغى يكتب لي ما دايرش السميه ديالو وكتب لي كومونتير كومونتي ودير السميه ديالو، باش ما يقولش لي شي واحد حقا جيتي من هذا. ما كنعرف حتى واحد انا، اقسم لكم بالله العواش شريف كنعرف حتى شي واحد. اللي غيكتب لي غيكتبوا لي ديك الزويده غياخذها، هاد اللي تن عنده ما يخلصش حتى ليه، غيمشي تلقى مول الطاكسي غياخذها. هذا هو اللي كاين بالنسبه لخوت. كما قلت لكم السميه وكلشي، بنادم يكتب لي السميه كومونتيرات كاع شفتهم كلكم غنرد عليكم، وان شاء الله راه واحد فيكم اللي غيربح، غادي يتعزلوا ربعه ومن هذوك الربعه غادي ندير لهم قرعه. هذا هو اللي كاين، وان شاء الله راه غادي يكونوا لعيبات اخرين غندير لكم، غيسالي هذا غندير لكم لعيبات اخرين، ولكن هذاك الشيء بشويه بشويه بلا ما يقول لي شي واحد عطيني ذاك الشيء. راه حيت هاد الجويزه راه ما غنعطيها حتى واحد، غنعطيها شي واحد اللي غيربح اللي غيستهلك في الربح ديالو كتبت لي كما كنقولوا غياخذ. هذا هو اللي كاين. اول حاجه غنديروا الخوت بالنسبه للبيضه غادي نرسموها، باش ما يقولش شي واحد حقا راه جاب بيضه اخرى ولا هذه، غادي نرسموها نحط باقي داك الشيء سخون كما كنقولوا. هاهي غنجبد لها الصباغه ديالها، هاهي دابا ان شاء الله غادي نرسموها. هانتوما خوت غنرسموها دابا بالصباغه ديال الدفران، باش ما يقولش شي واحد راه جاب بيضه من عند صاحبه وحطها. دابا كله تفكير ديال، فهمت يا الخوت؟ يعني غادي نرسموها باش تتعلم. وبالنسبه لك خويا اللي قال لي حيد البيض، واحد قال لي حيد البيض، واحد قال لي غتخرج، واحد قال لي ما تخرجش، اغلبيه كيقول غتخرج، اغلبيه كيقول غتخرج. انا ما نقولش فيك موت غتخرج ولا ما غتخرجش، ثاني علم لله، هذاك الشيء راه ديال الله، هذاك الشيء ديال الله، ما نقولش لكم انا راه عالم، هذاك الشيء ديال الله. المهم هادي ما نقولش لكم انا غتخرج ولا ما تخرج، انا عارف هذاك الشيء، انا تانا معاكم في واحد الكلمه، ولكن ما نقولش لكم واش غتخرج ولا ما غاديش تخرج. متتبعين اللي غيقولوا لي واللي غيربح هو اللي ان شاء الله غادي ان شاء الله غيديها. وغنقول لكم تانا الكلمه اللي كنت غادي نقول لكم واش كانت غادي تخرج ولا ما كانش غادي تخرج. هذا هو اللي كاين ان شاء الله. دابا غادي قبل ما نرسموا الخوت غادي نطلقوا الحميمات، راه اليوم راه الجو لا يمكن، راه اليوم راه ما يمكنش، راه الحراره ما يمكنش الحمام ما غيعومش اليوم. هانتوما الخوت يلا نقيت اليوم، دابا نمشي نقيت اليوم ديال بصح. المهم الحمد لله منقيه الدنيا، نقي انا كنقيه كنكرط مزيان. المهم الخوت ان شاء الله اول حاجه غنديرو غادي نحلو على الحميمات، نحلو عليهم البلاندايزر هو الاولى ديما، البلاندايزر الزراني زيد الزراني راه ضارب مراكش الخوت، راه ضرب موز ضرب موزنيقه 50 عاود ضرب مراكش ثاني 200 ديريكت، هادشي راه ما فيهش اللعبه الخوت. ان شاء الله غادي نحلو الحميمات الثانيين، زيدو يلا زيد 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 زيد، شكون اللي باقي تما؟ زيد ها الحميمات اخو، تولعوا ليا تولعوا ليا تولعوا ليا. عرفتي انا قلت لكم ما يمكنش، راه الحراره راه الحراره يعني الحراره يعني حراره ديال بصح. عرفتي اللي غنرسموا البيض الخوت شكون اللي مريح حتى ورق شفتو كي دير حتى شو هنايا غنوحلوا معاه الخوت هذا بلاش حتى هذا غيهرش غيولي مهرش لينا البيض غرابيه تبقى ما بغيتيش حتى نقلب واش معمره خوت. هاد الذكره هذا غنحيدو راه برزطر راه هو تابع على البيضه. قلت لكم الخوت هذيك جوج الكوره هذيك جوج الكوره راه موني شادين لي هنا بحال الحاله، واحد شاد هنا واحد شاد هنا. دابا مشكله راه عمراش مع الوزغي والاخر هو تابع على البيض، يعني خصني نحيدو دابا البيض وغادي شاد تولي هذيك البيض تلاحو هما بجوجهم. هذا باغي يريع البيض وهذا باغي يريع البيض غيوليو مضاربين البيض غادي تلاح غنودعوه. يعني اش غنديرو الخوت؟ هذاك الوزغي الفياجور خاصني نشدو نشد عليه هنا نقسم هاد السيباري ونشد عليه فيما بيضات النسوة. هادو هو اللي كاين الخوت. ها ترى تبارك الله راه نفخات، ها والله إلا تبارك الله نفخات. دابا إن شاء الله غادي نرسمو هاديك باش نولعوكم. دابا جبنا خوت السلوم، راه كنديرو السلوم الخوت ها بالنسبة للمتتبعين جداد، ها ترى كنديرو السلوم باش غادي نطلعو الفوق.
شوفوا ذوك الزراني اش غيدير معانا. تا الدرد تا مسخوط الوالدي تا مسخوط الوالدي كان غيضرب لنا. دابا خوت غادي نبدلوه، علاش غنبدلوه؟ قلت لكم غنبدلوه، غادي نرشموه. غنرشموه باش ما يقولكش شي واحد راه جاب بيضه اخرى هادي من هنايا داروا داك الشيء بيناتهم. ما كاينش داك الشيء بيناتكم، ما كنعرف حتى شي واحد متتبعين اللي غيدير اللي غيسم شي غير اللي غيسهل اللي غتكتب ليه اللي غيبغى لي الله ان شاء الله هو اللي غادي ان شاء الله. راه واخا ما عرفش بنادم اش يدير، اللي رزقو اللي رزقو راه غيجي حتى لعند كما كنقولوا الخوت. دابا راه مشكل اش غنديروا معاه، هذا مشكل اش غندير غنديروا معاه. هذا دابا خاصني نشدو من هنايا ونهزو الفوق. هذا نطرف شفت كيدير ولد الحرام تاني مرك صاوت راه غير رجع. ها شنو هو تاكل شي؟ دابا الخوت غادي نرشموه، انت غنرشموها من هنا. اي عقلوا عليها الخوت. والبيضات الاخرين واحد متتبع قال لي اللي حيدهم شي الخوت راه درت لها الصباغه. دابا الخوت اللي بغى يعلم شي بيض بالصباغه قبل ما يعلم البيض ويخلي الحمامه غتدخل لي في البلاصه، راه غتلصق لي البيضه غتلصق لي في صدره. البيضه تلصق لها في صدره ولا كانت ذكرت هو تلصق لي في صدره. يقول لك حق هذا قال لي دير الصباغه خرج عليا علمت مخرج عليا. خويا درتي الصباغه، هاد الصباغه كيكون فيها واحد لانكول هذا غير كيكرم، يعني غادي تسناها واحد 3 دقائق، 3 دقائق خلي الحمامه تدخل. ولا غتهز الطاجين كاع خويا تجريتي تخلعتي ولا هادي غتهز الطاجين بحال هكا كما غندير انا فهمتي اخويا. تخلع ما والو غادي تخرج. دابا راه كاينه الحراره وغتتعلم كيما رسمتيها. هانت هاي اي دابا غتكرم. هاي غتكرم دابا فوت تورق مسامر مسمار. قلت لكم الجراني راه ولد الحرام. ها السلك ها السلك ها كوليا ها مسمار اخر ها مسمار اخر ها مسمار اخر ها مسمار اخر السلك السلك ومسمار شحال شي كامل من يهزو ليا شي كامل البوعر ملي كيهز شوف فين حاطوني شي كيهز ليا المسامر ودار بيه معش. غنولعوكم شويه خوت بما كرمات لاندايزر انطلاق. نولعوكم الخوت شويه قلت لكم الخوت راه الحراره ما يمكنش حنايا راه كدوش غلاندايزر غلاندايزر انطلق غلاندايزر يا غلاندايزر يلا غلاندايزر يلا فرش لي الخوت. واي فرشكم الخوت ولع لي الخوت ولع ولع لي الخوت ولع لي الخوت حتى ولع هادي يلا كلانزيت نضيف هذا يا كلانزيت. أعز حمامة عندي يا خوتي هي هادي أعز حمامة هي هادي يعني كلانزيت كلانزيت أعز حمامة الخوت يعني ما كيحط لي حتى شي دار حمامي كامل ما كيحطش الديار. اول حاجه ما كيحط لي حتى شي دار وباسل هو بزاف وزاعم ولكن ما كيحط لي اخوت حتى شي دار ما كيحط لي فيه. يلا نولعكم يلا ولع لي الخوت ولع ولع لي الخوت حتى ولع لي الخوت ترتاق على غيدي اسمع لا لا خوت. دابا الجراني راه باغي يريح البيض غنمشي نجيبو ليه الطاجين
المهم اخوتي راه شمنا البيضة، نولعكم دابا في البليونية. هاي تبارك الله راه كتبكي في وليدات. هاد الوليدات الجويجه اخوت مول الولاد اللي غيلقاو دورهم هنايا. بالنسبه لبنادم لم يقول لي حقا ولا متحقا علاش غادي تحيد، غاتحيد اخوت راه كما قلت لكم، راه قلت لكم في هذاك الفيديو، راه الحمام 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 هاد الزويجه راه عندي في ديكري ديالها، هذاك الشيء علاش الولاد ديالها اللي غيبقاو دورهم في البراكه، يعني زويجه بالوراق ديالها وليدات ديالها، يعني عندي باش نهضر. فهمتي اخوت هذا هو اللي بنوصل لكم. وبالنسبه لخوت راه تما الولد غيره وغرابي تبارك الله زويجه تبقى زوينه. اللهم بارك. غرانديزر غرانديزر كي غيدير لهاد غرانديزر فين هادشي؟ عندو كافان ولد داخلو، جا جا دخل الكافان، دخل ليش هاتوا راه واش غادي قلت لكم الخوت غنسد عليه راه واد هذا راه دير ليا الازعاج هاد الزويجه هاديك الزويجه تبارك الله راه غادي تعطيني وليدات زوينين ما تحقروهاش الخوت راه الدكار دابا مع التجاوز وتبع المتبع الفايد تبرزت هادشي تبارك الله على الحن كوره كيطلق راه المتتبعين راه عارفون كيدير يعني بهذاك النتيوا ان شاء الله راه جيتها هما جوج تبارك الله جيتين عندي هذيك الزوج غير كان كبروا لي الجرانين تحطيتوا لي بيضه الدراري عارفين الخوت القدام. وبالنسبه للخوت الوليدات هما غندير واحد كونترول، علاش غنديروا كونترول الخوت؟ غنديروا كونترول الخوت على البيكان واش باقي ولا لا، الفاك هذا باقي ضروري دير كونترول، راه الولد كيحيدهم والزويجه حتى هي كتحيد لي من الباك. بالنسبه اللي ما عارفش هانتوما الخوت الباك الاخر، يعني بيكان كاينين بجوج هذا وهذا، مسكين بغا ياكل من عندي شوف، شوف والله إلا بغا ياكل من عندي شوف، سيم طالعين زوينين خوتي. الزويجه ان شاء الله الحمد لله، شوف الفيديو امتى لحتو الزويجه جاتني وبيضات لي شحال من خطره، بس عارف بنادم راه خصو يصبر، بنادم كيما قلت لك بغيتي العسل تصبر قريش النحل. وشو دابا هذيك الزويجه غترجعوا الزويجه باش يلاه جاتني ترجعوا للفيديو حسبوا شحال ديال الايام يلاه خديت منها جوج وليدات، علاش بنادم ما خصوش يطلع لي الدم خصو يصبر؟ عندك زويجه حيه صبر وتبد منها ولاد. دابا انا غنمشي للسوق ونشري وليدات 100 درهم ولا نشري 500 درهم ولا 400 درهم، ما عارفش انايا الاصل ديالهم تاع الاصل هاو، هاتشوفوا الاصل كي داير الاصل اخويا الشيفه كي دايره شوف شنو نمشي ولا كنقول لكم بدعيه قلت لكم بعض المرات كيطلع الدكا راه باقي في الشك الخوت راه يقدر يطلع الدكا هو القرطاج راه هو با هو اللي كيهيج راه هي كتهيج دابا لاحظوا معايا قولوا لي واش غطلع دكا ولا انت واد البدعيات انا باقا في الشك شوف اختار طلعت اللي كبر منا طلعت نتوا هاي يعني راه غتبيض هي هذيك ما عرفنا دكا ولا نتوا لا راه ديال نتوا بعض المرات كتهيج هيجان ديال الدكا. بالنسبه للخوت اللي غيربح معنا ديك الزويجه هاي النتوه كتشمش هي هادي الشا النتوه اللي كتشمش هي اللي غتربحو معانا راه هو الكراح تاع اليمين راه هو كيحك راه حيدت خوت هداك الشطا اللي كان هنا البدعية شوف هي 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 تورقوا لي تورق لي طلعت كرا هنا دابا يلا شوفو كيفاش الشطاب وكلشي هات حداه والخوت غنجري عليه شوف غيطرطق يمشي ها شي تبعوهم الغراب اي اخوتي اي غادي نبان لكم دابا اي تا
تبارك الله والله الا لا حتى بالله. انتم الخوت اقرب لكم. اي جرانديزر حتى غيمشي غيمشي جرانديزر غيمشي جرانديزر انطلق جرانديزر يا جرانديزر انطلق كذا لا جرانديزر انطلق تولوا لي الخوت تولوا لي في الكرة الطوب يلا جرانديزر ولع لي البشرية ولع سي البدعية أخوت ويلي 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 تبارك الله البدعية الله أخوت البدعية صدمات واش غنقول بدعية ولا نقول بدعية والله ما بقيت ما نقول يلا شوف 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 الغرابية شوف أدخل من سبوتنيك شوف راهي الزويجة أخوت الزويجة اللي غتربحو معانا هي هاي هاي راه باغا تبيض راه حيدت لها البيضة هي دغيا باغا تبيض دبر معاكم عارفين الخوت مع الحال سخون الصيف راه الحمام بالزربة لا هو لا الفراخ المهم الخوت ان شاء الله غادي نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كيف العادة باش ان شاء الله غادي نوريكم شي حاجة جديدة تورقو الخوت وي البداية فين مشات تبارك الله دا المازوت يلا ولع عليا ولع عليا البشرية جرانديزر وبالنسبة للخوت الدكير باقي مولاه باقي معيطش عليا باش نعطيه ليه راه باغيين يبيضو كاع راه جمعو العش والنشوة وهذا راه ولد القرطاسي اللي يدير في الطوف سير خرج سير خرج تشمس ليا معاه سير ونوريكم دابا الخوت الوليد الصغير باش نودعوكم هاهو هذا هو اللي كبر الجراني شيه كي يدي طالع مزرقطة طالع نتيوا قبيحة ها كدي طالعة زوينة هادي الخوت ان شاء الله تاهي هادي تاهي ان شاء الله هي وداك اش يقول لي هي وداك الوليد وليد القرطاسية ان شاء الله تاهما لا مشاو هادوك مشات هادوك الزويجه ان شاء الله هادوك الوليد غندخلو مع هاد الوليد تاهو باش نعطيو شي دري شي متتبع تاهو محتاج فيهم ربح معانا غيستاهلهم هيا خويا وبالنسبة للتوصيلة الخوت راه ان شاء الله غادي نوصلهم حتى التوصيلة ماشي شي حاجة راه 20 درهم 30 درهم ديها ديتها القنيطرة شي راه ساهلة الخوت الصعيب هو تم غادي المحطة وتقلب على اليد ديالك هادي هي صعيبة اما باش تلقى اليد ديالك راه ساهلة هذا هو اللي كاين الخوت يلا المهم الخوت ان شاء الله تلاقاو شي فيديو جديد كيف العاده يلا الله يعاونكم الخوت.